نفسي اجيب لها حقها، كان نفسي اقتل اللي قتلها. قصدك اللي قتلتها؟ انت بتقولي ايه يا سعاد؟ انت من حقك تعرف الحقيقة يا فوزي، يمكن يبقى فيها خلاصك. عايز تعرف مين اللي قتلت سوسن؟ هابي بيرثدي حبيبي. ميرسي حبيبي. جيت في وقتك يا حسين. معلش هقطع عليكم اللحظة الظريفة دي عشان أبلغكم بخبرين أسوأ من بعض. مش وقت. الخبر الأول له علاقة بالمصنع. الإدارة هتتغير، وغالباً هرجع تاني موظف بمهام ملاليم. الخبر التاني له علاقة بالقصر. قرار التأميم هيصدر كمان ساعات، وهيعينوا حراس على القصر. الكلام ده مش صحيح. لسه مبلغيني من شوية عايدة. أنت بتقول كده بس عشان خفت مني. وأنا خاف منك ليه؟ مش فاهم. ممكن نقعد عشان نشوف هنتصرف إزاي. مفيهاش صرفة، من بكرة لازم نسيب القصر يا نبيل. مش هيحصل. وهتمنعي إزاي الكارثة دي يا عايدة هانم؟ همنعها يا حسين، حتى لو كنت لوحدي. أنتوا أصلكوا خلاص أدمنتوا الفشل والعجز، لكن أنا لأ. هتعملي إيه يعني يا عايدة؟ اسكت أنت، اسكتوا كلكم، ما تفتحوش بقكم خالص، فاهمين؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم. أنا اللي خلاني أحكي لك إنه يمكن لما تعرف الحقيقة تهدى وتعيش حياتك إنسان سوي يا فوزي. عايدة هي اللي قتلتها؟ لو قلت لك مين اللي قالي ممكن ما تصدقنيش. بس اللي لازم تعرفه إن الشخص ده مش محتاج إنه يضحك عليا. بتعمل إيه يا فوزي؟ ولما انت شايفانا بشعين قوي كده ليه ما خدتيش بعضك وخرجتي بره؟ لاني دفعت كتير، عمري اللي ضاع وانا معاكوا هنا ليه تمن. عشان خاطري يا فوزي. ايه ده بس؟ لا لا معلش. وسعي فوزي، اللي انا عملته عشان خاطر الباشا ولا نبيل ولا فوزي ولا حتى عشانك انت يخلي ليا في المكان ده اكتر ماليكو. عايدة انت بتعمل ايه يا فوزي؟ انت اللي قتلتيها. كل ده بتخدعيني، كل السنين دي بدور عليك وانتي مستخبيه معايا تحت نفس السقف. مش عارفه انت بتتكلم عن مين. فوزي عشان خاطري اهدى، بلاش، خلينا نتكلم مع بعض. اسكتي انت. نزل السلاح يا فوزي نتفاهم. فوزي اللي بتعمله ده غلط. كلكم صح وانا اللي غلط. جزاء من جنس العمل يا ولاد السيوفي. اللي بيزرع موت بيحصد موت. جزاء من جنس العمل يا بنت الخازندار.